للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من العاصمة الألمانية برلين عبر الهاتف الزميل عربي مرزوق مراسل إكسترا نيوز في ألمانيا. أهلا بك عربي، وبداية دعنا نتحدث عن هذه الانتقادات التي يتعرض لها المستشار الألماني أولاف شولتز فيما يتعلق بافتقاره المزعوم للقيادة وفيما يتعلق بعدم تقديمه الدعم اللازم لأوكرانيا، كيف كانت أصداء هذه الانتقادات؟ الحقيقة عندي تصريحات كريستيان ليندن وزير المالية الألماني جاءت بسبب الاتهامات المباشرة بأن ألمانيا تتصرف بتردد شديد وأن ألمانيا لا تفعل ما يكفي في هذه الأثناء لمساعدة أوكرانيا ضد العمليات العسكرية الروسية على الأراضي الأوكرانية، وكل هذه الاتهامات موجهة بشكل مباشر للمستشار الألماني أولاف شولتز. الحقيقة أولاف شولتز يعني وجد نفسه في مواجهة هذا النقد بشكل متزايد، كلما طالت أمد العمليات العسكرية والحرب القائمة الآن على الأراضي الأوكرانية، كلما طال الوقت كلما زادت حدة الانتقادات من جانبين، من الجانب الأوكراني ومن الجانب السياسي في الداخل الألماني. المستشار الألماني قال لنفس الصحيفة، نفس المجلة دير شبيجل التي أجرت الحوار مع كريستيان ليندر، قال لها أيضا في حوار أن بسبب الظروف التي نمر بها الآن جميعا نحن بحاجة إلى عقل هادئ وقرارات مدروسة عندما يخص الأمر بالسلاح، لأن ألمانيا تتحمل مسؤولية السلام والأمن في جميع أنحاء أوروبا بشكل كامل، ولا للتصعيد مع قوة عظمى مسلحة، وهنا يقصد روسيا تحديدا، والأمر لا يتعلق بالخوف من روسيا ولكن بالمسؤولية تجاه الاتحاد الأوروبي وأمن الاتحاد الأوروبي. يعني وجهة نظر في هذا الأمر، الأسلحة التي يطالب بها الجانب الأوكراني سواء الدبابات المتقدمة ليوبارد أو أي أسلحة أخرى متقدمة مثل مدافع، الجيش الألماني لديه كميات محدودة من هذه الأسلحة، وهذه الأسلحة في خدمة الجيش الألماني الآن وخدمة حلف الناتو، ولا توجد كميات فائضة من الدبابات والمدرعات المتقدمة جدا تكنولوجيا التي تحتاجها أوكرانيا يمكن توريدها لأوكرانيا. السبب الثاني هو حماية الأراضي الألمانية ضد أي عدوان ربما يأتي الألماني، ربما تقوم روسيا بأي عمليات ليس فقط ضد ألمانيا ولكن ضد أراضي حلف الناتو وضد أراضي الاتحاد الأوروبي، وهنا يجب على ألمانيا أن تتدخل بما لديها. كل كميات الدبابات الليوبارد التي تطالب بها الجانب الأوكراني، كل هذه الدبابات موجودة في خدمة قوات الردع السريع التابعة لحلف الناتو، وهي دبابات ألمانية ولكن تابعة لقوات التدخل السريع التابعة لحلف الناتو، وهذه الدبابات منتشرة على الحدود الشرقية وأيضا داخل ألمانيا، لذلك لا توجد كميات فائضة من هذه المدرعات والدبابات لتوريدها للجانب الأوكراني، فضلا بالطبع على أن ألمانيا لا تريد المشاركة بالسلاح الألماني في هذه الحرب حتى لا تحدث يعني حرب عالميه ثالثه، لان هذه ولكن منذ قليل كان وزير الماليه الالماني يدعو حكومه بلاده الى توريد ايضا الاسلحه الثقيله لاوكرانيا، هناك انا اعلم هناك يعني تناقضات في الاراء فيما يتعلق طبعا بتوريد اسلحه ثقيله لاوكرانيا، هناك ايضا ضغط على المانيا في هذا الشان، ولكن هناك تناقض كبير جدا عربي فيما يتعلق بهذه الاسلحه الثقيله الدبابات والسفن الحربيه وما الى ذلك. الحقيقه خلود بالفعل احنا رصدنا هذا الامر، يعني بالفعل كانت هناك تصريحات لكريستيان ليندر من اكثر من يعني الاسبوع الماضي، هو نفسه كان بيطالب بيتكلم يعني علينا دراسه توريد اسلحه ثقيله الى الجانب الاوكراني. في نفس التوقيت وزيره الخارجيه الالمانيه انالينا بيربوك كانت في نفس التوقيت الاسبوع الماضي تكلمت ايضا عن الاسلحه الثقيله في مؤتمر صحفي في دول البلطيق استونيا ولاتفيا، ايضا تكلمت على الاسلحه الثقيله. هذا الموقف تغير الان او ربما يعني لم يكونوا يقصدون اسلحه ثقيله مثل الدبابات تحديدا او المدفعيه، لم يكن احد يعلم عن ماذا تتكلم انالينا بيربوك تحديدا عن الاسلحه الثقيله او كريستيان ليندر، ولكن الان وجهه نظرهم منذ الامس مختلفه تماما، سواء كريستيان ليندر وزير الماليه او انالينا بيربوك وزيره الخارجيه الالمانيه. توريد اسلحه ثقيله الى الجانب الاوكراني سوف تضع الاتحاد الاوروبي كله في خطر كبير، لان هذه الاسلحه متقدمه جدا، واذا دخلت اوكرانيا ولماذا الحل العملي بالنسبه للبعض هو توريد الاسلحه الزوفيتيه؟ الحقيقه الحل العملي من وجهه نظر المانيا ودول الاتحاد الاوروبي ان الاسلحه السوفيتيه تحديدا القوات الاوكرانيه والجيش الاوكراني بما انه كان جزءا من الاتحاد السوفيتي الذي تفكك عام 1991، فالقوات الأوكرانية لديها خبرة بالأسلحة السوفيتية بما أنها كانت من القوات السوفيتية حتى عام 91، فإذا تعطلت الأسلحة السوفيتية التي تدخل الآن إلى أوكرانيا من دول الاتحاد الأوروبي يمكن للجند الأوكراني إصلاحها بشكل سريع نتيجة أن لديه خبرة بالأسلحة السوفيتية القديمة سواء الدبابة T-72 أو T-74 أو حتى نظام الإنذار المبكر S-300، كل هذه الأسلحة لدى الجند الأوكراني، ولكن لو ذهبت أسلحة متقدمة من ألمانيا على سبيل المثال مثل ليوبارد
او بوكسر او كل هذه الاسلحه الالمانيه وتعطلت او حدث فيها اي شيء، لن يستطيع الجند الاوكراني اصلاحها، فضلا عن ان الجند الاوكراني لن يستطيع منذ البدايه التعامل مع الاسلحه الالمانيه المتقدمه خاصه. ولكن عربي، هناك توجه في الدول الاوروبيه خاصه تلك التي ترسل مساعدات عسكريه واسلحه الى اوكرانيا، بربما استبدال هذه الترسانة السوفيتية القديمة بترسانة أمريكية. هناك بالفعل بدأت بعض الاتفاقيات المبرمة مع الولايات المتحدة في هذا الشأن. ما موقف ألمانيا من هذا الأمر؟ الحقيقة الدبابات، موقف ألمانيا من الأسلحة اللي بتيجي من الجانب الأمريكي تحديدا، الوسائل الإعلام الألمانية تحدثت عنها. من ضمن هذه الأسلحة لا توجد أسلحة متقدمة جدا، يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها دبابة يعني تسمى ام 1 ابراهام، دي نفس الدبابه بنفس قوه الدبابه ليوبارد. من المستحيل ان تقوم الولايات المتحده الامريكيه بتوريد هذه الدبابه. نوعيات الاسلحه التي توردها الولايات المتحده الامريكيه الى اوكرانيا مختلفه عن نوعيات الاسلحه التي تطالب بها اوكرانيا المانيا تحديدا. فالولايات المتحده الامريكيه ايضا غير قادره على توريد الاسلحه المتقدمه جدا، حتى كنا بنتكلم عن في الطائره ميج 29 وهي طياره ايضا منتمية للاتحاد السوفيتي. كانت بولندا لديها كميات من هذه الطائرة هنا في ألمانيا داخل حلف الناتو، ولكن موجودة على الأراضي الألمانية ولكن ملك بولندا. بولندا طلبت الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا بإمداد أوكرانيا بالميج 29، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت هذا الأمر. يعني الرفض جه من الولايات المتحدة الأمريكية وليس من ألمانيا. قالت لبولندا لا نريد التصعيد مع روسيا. طيب عربي وسريعا من فضلك، ماذا لو تم التصويت في البرلمان على الموافقة بإرسال أسلحة ثقيلة، وعلى ما أعتقد أن هذا الأمر مطروح بشكل كبير الآن؟ سريعا عربي، إذا تم التصويت في البرلمان الألماني البوندستاغ، يجب على الحكومة الألمانية أن تورد كل هذه الأسلحة الثقيلة إلى الجانب الأوكراني. هناك جلسة من المفضل الأسبوع المقبل في لجنة الدفاع، ولكن من المفترض أن حزبي الاتحاد، حزب المسيح الديمقراطي والمسيح الاجتماعي، قالوا يعني بيضغطوا ان هم هيتقدموا للبرلمان الالماني البوندستاغ بطلب للتصويت على ارسال هذه الاسلحه. لو كانت هناك اغلبيه بالطبع الاسلحه ستذهب، وستكون ازمه كبيره للحكومه الالمانيه الغير راضيه عن هذا الفعل. شكرا لك زميلنا عربي مرزوق، كنت معنا من المانيا.